من الأراضي المقدسة أيضا وفنى الزميل همام مجاهد بالرسالة التالية من مشعر عرفات حول استكمال بعثة الحج المصرية لاستعداداتها في منى وعرفات لاستقبال قرابة 20,000 حاج من البعثات النوعية المختلفة. أتواجد الآن في مشعر عرفات قبل يوم واحد من وصول أكثر من مليون حاج إلى هنا إلى هذا المشعر لأداء ركن الحج الأعظم. 20,000 حاج مصري من حجاج بعثة القرعة والبعثات الأخرى النوعية الأخرى سيفدون إلى هنا يوم الجمعة القادمة لأداء هذا الركن الهام من أركان الحج. بعثة الحج المصرية أتمت استعداداتها واستكملت خدماتها المقدمة للحجاج من حجاج القرعة والحجاج وحجاج البعثات الأخرى لأداء مناسكهم بسهولة ويسر. أقف الآن بجوار إحدى المخيمات التي أتمت واستكملت استعداداتها لاستقبال بعثة حجاج القرعة، حيث تتوفر جميع الخدمات اللوجستية وأيضا الخدمات الصحية والخدمات التي سيحتاج إليها الحجاج هنا في المشعر. صباح اليوم كنت متواجد أيضا في مشعر منى، حيث أيضا استكملت بعثة الحج المصرية خدماتها والمخيمات المخصصة لحجاج القرعة وحجاج البعثات الأخرى من حيث الخدمات اللوجستية، خدمات الإعاشة، خدمات التسكين. درجة الحرارة هنا ربما تقترب من 40 درجة مئوية، وبالتالي جميع المخيمات التي عمل ضباط البعثة على استكمال خدماتها جميعها مكيفة ومزودة بمراوح للتهوية ومزودة أيضا بمبردات لتوزيع وضمان وجود المياه الباردة والمرطبات بشكل دائم للحجاج. كل الأمور تسير بشكل طبيعي وبشكل يسير بالنسبة لحجاج بعثة الحج المصرية من حجاج القرعة هنا في عرفات وأيضا في منى، استعدادا لاستقبال 6,425 حاجا مصريا من بين أكثر أو قرابة 20,000 حاج مصري سيكونون هنا سواء في مشعر عرفات أو حتى في مشعر منى، سيقيمون ليومين لمن تعجل ولثلاثة أيام لمن تأخر. لمدة أسبوعين عمل أفراد وضباط وأعضاء بعثة الحج المصرية على توفير كل الخدمات اللوجستية وخدمات الإعاشة والتسكين لجميع الحجاج المصريين الذين سيتواجدون هنا خلال الأيام القادمة.